الحياة خدتكم 17 سنة وبطلتوا تمارسوا الحاجة اللي كانت شغفكم أو الحاجة اللي بتحبوها، إزاي اتجمعتوا بعد 17 سنة وقررتوا إن أنتوا تعملوا الخطوة دي؟ هي خطوة جريئة جدا جدا، مش أي حد يعني يفكر فيها الحقيقة. هي all it took us was a phone call، مكالمة بالظبط كده. إنجي الأول كوكلا اترجعت وراحت. انا شفت بوست عند انجي ان هي كانت بتمرن، فقلت لها انا جايه، وغالبا هي ما صدقتنيش. فلما لقيتني عندها جايه ايه؟ انت بتقولي انا جايه اتمرن؟ انا جايه اتمرن عشان انا كنت بدات الموضوع اوريدي، بس ما كنتش مصدقه قوي ان هلاقي ناس. انا عارفه ان في ناس هيبقوا عايزين يرجعوا زي نلعب تاني. اوكي. فكوكلا اول واحده كلمتني قالت لي انا هاجي وكده، بس اونستلي جوايا حسيت أوكي. يعني بس عشان الناس تفهم ما تتوهش، السباحه التوقعيه او الايقاعيه او الارتستيك سويمنج، بطلتي وقلتي انا هبدا تاني لما كبرت وهمرن ناس قدي، هعمل كانها رياضه زي اليوجا والحاجات كلها اللي احنا بنشوفها. اوكي. يعني فكره جات لي ان انا عندي الشغف ده بسبب معين رجعته تاني. انا متاكده ان هلاقي ناس زيي عندهم اسبابهم عايزين يرجعوا يتمرنوا. فكانت كوكلا اول واحده، وهند كانت بتبعت لي بس ما كانش لسه فيه الحماس. كوكلا لقيتها فعلا جات لي يوم في التمرين، وبعدين احنا مكلمين هند، ومن هنا بدا التريو. اشتغلنا عليه من 2019، بعدين جت الكورونا وقفت كل البلانز وكل الاحلام بتاعتنا، وانا وقفت خالص الموضوع. أوكي. ورجعت تاني عملته من سبتمبر اللي فات. كوكلا برضو اللي كلمتني. انا دايما بدي الزقه كده، بدي الزقه واسيب واعمل ليه، وبعدين الاقي بقى هند بقى بتشيل الموضوع. بعتلي كده شهر نوفمبر اللي تبعتلي بقول لك ايه مفيش بطولات، يس في بطوله يوم كذا وكذا وكذا. طب يلا. وانت ايه اللي خلاكي تفكري ان بقول لك ايه مفيش بطولات؟ لا، عشان احنا بنتمرن، وبعدين انجي شافتنا في التمرين. مش شاطنا، كان بيجي لنا كرامبات لا انا عايزه اعرف اول يوم نزلت فيه الميه بعد 17 سنه. الكرامبات موجوده، والميه احنا عاده لما بنقف في الميه لازم الميه توصل لنا هنا، كانت بتوصل لنا هنا. لا يعني كان لسه في الاول كده مرحله، وبعدين هي شافتنا ماسكين الميه. يعني التكنيكس موجوده، الترم موجود، ماسكين الميه. يعني احنا نازلين في الميه ككبار، لما بنعمل الحركه باينه، لما بنعمل حاسين بالميه اكتر. فهي قالت لنا طب واي نوت نشتغل مع بعض، يلا يا هند نعمل ديوات، يلا انجي تنزلي سولو، ما احنا ثلاثه مين هيمرنا؟ فبقينا الديوات وانجي تمرنا، انجي سولو احنا نمرنا. لما رجعت لقيته النفس هو ولا اختلف؟ لا طبعا. لما نرجع انا ما كنتش بقدر اطلع ثلاث سلمات على بعض. انا كان بقالي كتير قوي ما بتمرنش، كان بالنسبه لي اللي هو ماشي هرجع وهنشوف، بس ان انا كنت انزل بطوله. طب ورجعتي فت في خلال وقت قد ايه؟ توكس يير تقريبا سنه من التمرين.